أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد. هذا الفيديو موجه لكل شخص مهتم بتطوير قالب مكونات ووردبريس، وأيضا موجه تحديدا للأشخاص الذين يتابعون الكورس الموجود في القناة حول أساسيات تطوير قالب مكونات ووردبريس. حاليا يوجد 32 فيديو بداخل هذا الكورس. هذا الكورس أنا أنوي تحديثه باستمرار، وأود منكم أعزائي المتابعين، خاصة فقط المتابعين الذين يتابعون هذا الكورس ويتعلمون منه. طبعا هذا هي السلسلة الموجودة، سلسلة الفيديوهات، قائمة الفيديوهات بورد باليوتيوب، وهنا أيضا القائمة من حيث المسار. فإذا بقناتي إذا ذهبت مسارات تعلم اسم المسار قالب مكونات ووردبريس للمبتدئين. فالمتابعين حصرا، لا أريد أن أطيل عليكم. إذا كان لديكم أي سؤال، أي فيديو وجدتم فيه صعوبة، وجدتم فيه شيء غير واضح، معلومة غير واضحة، الرجاء التنويه حول ذلك. لا مشكلة، لا مشكلة أن يكون هنالك مشكلة فعليا، وهذا الشيء الطبيعي، أن يكون هنالك مشاكل، أن يكون هنالك عدم فهم، أو يكون هنالك جهل ببعض النقاط. هذا الشيء طبيعي جدا، هذا دليل أنكم تتعلمون وتتقدمون. إذا كان شيء صعب، هذا شيء طبيعي، دليل التقدم. لا مشكلة أيضا أن تخبرني بذلك، تقول لي مثلا النقطة الفلانية من الفيديو الفلاني أنا لم أفهمها، أوضحها أيضا. لا يعني لا تكتب مثلا أدنى الفيديو، هذا الفيديو غير واضح، لا أكتب النقطة كاملة، لأنني أنا نسيت ما هو الشيء الموجود في هذا الفيديو. فأكتب مثلا أن إنشاء مكون كذا، أو أن يعني حدد النقطة، اشرحها تماما لي حتى أفهمها أنا فقط من خلال تعليقك أو سؤالك. قل لي أن هذا غير واضح، كيف يتم ذلك؟ فيمكن أن أساعدك أنا في داخل يعني كتعليق، أن أكتب تعليق لك وأساعدك بنفس النقطة، أو ممكن أن أقوم بتسجيل فيديو كامل حول النقطة التي أنت لا تعرفها. فتذكر نحن فريق واحد، نتعلم معا، وبالتالي سؤالك مهم وإجابتي مهمة، لكن لا وجود لإجابتي دون سؤالك. فرجاء إذا كان لديك سؤال لا تخجل، اكتب هذا السؤال في صندوق التعليقات، قل أن هذا الموضوع غير مفيد، أو لا تقل غير مفيد لأنه مفيد، قل غير مفهوم، أنا لم أفهمه، أو وحدده بدقة حتى أستطيع أن أقول لك كيف يمكن أن يكون مفهوم. فأكيد لا تكتب تعليق عام، هذا شيء غير مفهوم، أو هذا شيء غير لا أعرف، يعني لا تكتب مثل هذه التعليقات. اكتب تحديدا ما هي المشكلة. وهذا الفيديو موجه للشخص الذي يتعلم فعليا، الذي يتابع، والشخص الذي يتابع ويتعلم أكيد لديه نقطة معينة لم يفهمها أو غير واضحة، فأنا سأحاول تسهيلها لك من خلال فيديو أو من خلال كتابة، يعني فقط أكتب لك تعليق بسيط إذا كانت المسألة بسيطة جدا. فهذا فقط أعزائي، لا أريد أن أطيل عليكم، وشكرا لكم لمتابعتكم هذا الكورس وانضمامكم لي في هذه السلسلة. مرة أخرى، قالب مكونات ووردبريس قد يبدو صعب بالبداية، لكنه فعليا عندما تتقنه تشعر بمدى سهولته، تشعر بمدى تسهيله للأمور. كيف أصبحت الأمور أسهل بوجود قالب مكونات ووردبريس، أسهل بكثير من تطوير قالب كلاسيكي. فهذا فقط، شكرا لمتابعتكم ومع السلامة.